ماذا بي إعادة النظر في لجنة التحكيم. قعدت كيما هكا رانا غادي ننسحبوا من البطولة. إعادة النظر يا ودي، يا رانا جزائريين نطلبوا من السيد وزير الشباب والرياضة والسيد رئيس الاتحادية إعادة النظر في لجنة التحكيم، وخاصة تعيين جمال حمودي. أنا متستفهم كبير على السيد جمال حمودي، وهو يعرف وأنا نعرف والناس قاعدة تعرف، ما نقولش هضرة واحدة أخرى. والله حقيقة أن تفرج هذه المباراة مولودية البيض، والله ما تستاهل الخسارة. لكم الحكم على ما قاله رئيس مولودية البيض، أخي دائما يقول لنا حمودي مليح. الآن جاءت القضية دي وننظر ماذا يفعل. لايك على الفيديو، أبوني في القناة، واتركوا لنا تعليق. الفيديوهات أمامكم، واحكموا على اللقطة إن كان عنده حق هذا رئيس مولودية البيض أم الحكم الذي أدار المباراة. مع فيديو جديد، سلام خوتي.